ورش العمل بمقر الزعيم مستمرة بوتيرة قوية. بإطار العمل السياسي وفن التواصل مع الناس، كان للمرشحين الثلاثة لقاء مهم مع الإعلامية بولا يعقوبيان. نحن اليوم بدنا نعمل شوية public speaking. public speaking هو أي إطلالة فيها كلام أمام كاميرا أو أمام أكثر من شخص إذا فينا نقول، والهدف بيكون منه التأثير فيهم. بالpublic speaking ضروري نطلع بالناس، خاصة إذا كنا ببرنامج مثل برنامج الزعيم، واحد عنده فرصة كيف بده يأثر. هلأ بتقولوا لي نحن بدنا نأثر بالجمهور اللي بالبيت، مش الجمهور الموجود جوا، اللي قاعد ببيته أصلاً ما بيتوقع يشوف عيون عم بتطلعوا فيه وعم يحكوه، إلا إذا مذيع الأخبار، مذيعة الطقس، مفروض نطلع بالناس ويكون في اي كونتاكت مع الناس، نحكي معهم. إذا بدي أطلع بكاميرتي بمساج هيك كتير أكبر بتكون لثواني بس. ركزت كتير اليوم مع المشتركين بالتدريب الخطابي على العين، على الاي كونتاكت، التواصل النظري، وهذا بعتقد كتير مهم، لأن في كتير رسائل الواحد معقول يكون حملها وبده يوصلها، بس إذا ما تطلع بالناس، إذا ما شدهم، إذا ما عمل نوع من شعر معليون، ما بتوصل رسالته مثل ما لازم. كتير ضروري نحن على المسرح خاطبوا الناس. عندك ألف شخص بتقلي بتطلع بكل شخص لحاله، لا، بس بحسوا الألف شخص أني عم بتطلع بكل واحد لحاله. كيف؟ شو الطريقة؟ بتطلع بأول صفين بس، ما بتطلع لورا، لأنه إذا طلعت لورا الآي كونتاكت بصير كتير صعب. مهم كتير اللي قالته اليوم، لأنه إذا ما قادرين نقنع الجمهور، إذا ما قادرين نقنع الناس اللي عم تتسمع علينا وعم تحاول توثق فينا، نحن بنفشل بهمومتنا. على الكاميرا قاعدة ذهبية، قرب لقدام على الكاميرا، ما بجلس كتافي جالسين بس من هون I lean forward. ليه؟ لأنه أول شيء وجه اللي بدها الكاميرا تلقطه، فكتير بنتبه إنه لا كتافي يكونوا ولا أكيد إنه بطن اللي يكون قريب. ف I lean forward هيدي كمان من الأخطاء الشائعة، إنه جلس. إن شاء الله يكون في شيء هيك مفيد بقي براسكم علي، تذكرتون رح شوف رح راقب التلاتة. طيب thank you. بعد الجلسة المفيدة جداً مع بولا يعقوبيان، استقبل المرشحين نعيم الزين وهشام حناوي من شركة ميراكلي. اليوم اللي نحن رح نحكي فيه، برنامج رح نحكي فيه اسمه Road to the Crown، بمعنى تاني الطريق إلى التاج. أنا شخصياً كان عندي بيوم من الأيام حلم أنا بليف إني حققته، أنا متوج حالي the best trainer بالشرق الأوسط. لا بس دليل انه نعيم الزين قاعد عم يحضر معي. لا بس هيدا انا سوري، بس انه انا هيدي بسميها سوري يعني، بس ما هون التعليق يعني، انت هلا معتبر سي انت حكمت انك انت حققت الدريم تبعك، وانه سي وريفر حاط براسك انه انت عم تدرب نعيم باي تشانس. نعيم مين اللي واقف عم يعطي التريننج، انا او انت؟ انت بس مين خليك عم تعطي التريننج وعم تقول انا قاعد قدامك؟ انت خليتني اعمل. لا حبيبي لحظه هو ما يكون انت وكانك راسم هشام لحالك وهم نو اسمع روق شوي. انت سامع لحالك؟ اسمعني نعيم، اي ام جيفينج ذا كلاس، انا هون انا الزعيم هون. انا كنت عم بتفرج عم بتضحك، قلت اف انه اشخاص بيعلمونا كيف نعمل كنترول لاعصابنا فقدوا القدره على انه يتحكموا باعصابهم. نحن شايفين من بعيد فينا نعطي راينا، بس لانه يمكن انت انفعلت زياده وممكن هو عبر شوي في مجال. بس لكم وجهة نظري باللي عملتوه، فيكم تروقوا ونحكي أكثر. كنتوا فيرفكت بالفايتي، بعتقد وصلتوا كثير رسائل مش الحال. كنت ورشة العمل مع أستاذ هشام حناوي ورشة كثير مفيدة، لأنه بالضبط علمتنا كيف لازم نحن نضبط انفعالاتنا ونرجع بوقت يمكن الواحد بحس أنه ما في وقت للرجعة. هيدا الشيء كثير بيساعدنا على ضبط الانفعال وبيخلينا نتحكم بمشاعرنا.